هل عامل الدعم أو إمدادات قد وصلت إلى الدعم السريع سرعت من سقوط هذا المقر، مقر الاحتياطي المركزي؟ للأسف نعم، للأسف نعم. من أين إذن؟ من أين المسيرات؟ من أين؟ يعني الجيش من المفترض أنه يحكم قبضته على البلاد، حتى وإن كانت هناك معارك، لكن الحدود كما يقال منذ بداية المعركة الحدود مؤمنة بشكل كبير من قبل الجيش، المطارات مسيطر عليها من قبل القوات المسلحة السودانية. إذن من أين وصلت هذه الإمدادات وكيف؟ أسمح لي فاتح علي أن أذكر أيضا من ضمن ما ذكرت استراتيجية الدعم السريع أنه أيضا استخدم بند آخر، وهو نقل الحرب إلى أطراف المدن وإلى الولايات الأخرى، وهذا نشاهده في مدينة الجرائم القاسية التي ارتكبها في مدينة الجنين ومدينة كتم. كل هذه تعتبر الآن استراتيجية الجديدة للدعم السريع بعد أن يعني يريد عسى ولعل أن يأتيه مدد. فيما يتعلق بالمدد، نعم للأسف يأتيه مدد. من أين جاءه هذا المدد؟ السؤال المهم والملح. أولا، ما هو الدعم؟ الدعم الذي كلنا جميعا نعرفه أنه يأتيه مدد بشري وقوات مرتزقة، هم صرحوا عن أنفسهم وهم وثقوا لمشاركاتهم الشخصية، مثل قائد أحد الفصائل المتمردة في تشاد ويدعى القائد الميداني جوجو، هذا اسمه العسكري، صور مقطع فيديو لمشاركته الشخصية، وهو قائد وليس مجرد جندي، لذلك قائد تخلفه آلاف الجنود لأنه قائد، وهو رئيس حركة مسلحة متمردة. هذا دخل من الحدود التشادية؟ نعم نعم، ليس هو وحده ولكن آلاف. أيضا السلاح، ظلت مناطق الحدود بين السودان، الحدود بين السودان وليبيا والسودان وتشاد والسودان وأفريقيا الوسطى، منذ ثمانينات ومنذ سبعينات القرن الماضي ظلت مناطق لنقل السلاح وانتشار السلاح بين طرفي البلدين للتداخل القبلي. ولنقطة أخرى، لماذا لم يستطع الجيش السوداني أن يؤمن كل هذه الحدود؟ أخي الكريم، هذه حدود ممتدة طويلة جدا، صحراء قاحلة، يعني من المستحيل أن يوجد جيش مهما كانت إمكاناته ومهما كان عدده أن يغطي على كل هذه المناطق الممتدة. لذلك الجيش السوداني يعرف، وهو يتابع بما يستطيع، يتابع هذه الحدود، وحتى إذا وجد قافلة وضرب كثيرا جدا من القوافل ولكنه يستطيع أن يوقفها ويدمرها بنسبة، لا أقول بنسبة 100%، ولكن يدخل بعض النسبة الناجية من قصف الجيش لها، سواء كانت 10% 20% أو 30%، هذه تدخل. وأيضا من خلال، أرجو أن تسمح لي، من خلال الهدن والبنود الهدن التي وقع عليها، هنالك بند لنقل الجرحى مثلا، ونقل الجرحى يتم عبر سيارات الإسعاف. الدعم السريع استغل سيارات الإسعاف في نقل العتاد ما بين المناطق المخزن فيها هذا السلاح إلى مناطق التماس ومناطق الحرب. أيضا الدعم السريع الآن وقف سياراته العسكرية ونهب من جملة ما نهب عربات المواطنين، وصار يستخدمها كعربات مدنية لنقل السلاح والجنود باللباس المدني. هذه كلها استراتيجية التي ما يزال يستخدمها الدعم السريع الآن. ذكرت الإمدادات من حيث الجنود، نعم، من طريق هذه الحدود، نعم، التي يوجد بها بعض الثغرات، نعم، صحيح، لم يستطع الجيش سدها حتى الآن، صحيح. ماذا عن الأسلحة النوعية؟ ذكرت المسيرات. نعم، المسيرات، ليست المسيرات فقط، حتى مضادات الطيران. كمية مضادات الطيران التي عند الدعم السريع الآن ضخمة وكبيرة جدا، وتم من نشرها. أين تأتي أيضا؟ من خارج الحدود. أخي الكريم، بكل وضوح أقول لك، وهذا شيء شاهدناه ومنشور، أن البكت الكبيرة والصناديق التي فيها هذا، دولة المنشأ هي الأمارات العربية المتحدة، ويكتب عليها دولة، أحيانا دولة المنشأ مثلا أمريكا، ودولة الوارد الولايات الإمارات العربية المتحدة.
العلاقة ما بين حميتي والدعم السريع ودولة الأمارات العربية المتحدة هذا شيء يعني موثق. هذه الأسلحة تأتي عن طريق الحدود برا إلى هذه الدرجة معقول؟ السودان أخي الكريم متاخم لتسعة دول بحدود طويلة. السودان الدولة كان الأولى والآن هو الثالثة من حيث المساحة في أفريقيا، لذلك مساحات ممتدة وكبيرة وصحراء قاحلة، من الصعب وبعضها دول غير صديقة. ما احتمالية أن يكون هناك خيانات داخل الجيش السوداني دكتور محمد؟ أخي الكريم إن كثيرا ما نسمع عن هذه الأشياء، وأنا شخصيا ليس لدي معلومة موثقة. أنا أعرف أن الحرب فيها الكر والفر، أعرف أن الحرب فيها النصر والهزيمة، وأتفهم ذلك، وإن كانت الهزيمة توجعنا جميعا، ولكن الهزيمة في مكان ما ليست مبرر كافي، ولا أعتبرها استنتاج لأن هنالك مثلا تخاذلا حاشا لله، أو حتى يعني عمالة. ولكن أنا أعرف أن حميتي بأمواله الضخمة اشترى، وهذا شيء نعرفه كثير ويصرحون هم بأنفسهم كثيرا جدا، من المستشارين السياسيين والظهير السياسي الآخر الذي هو أحزاب قحط المركزية، كان للدعم السريع تنسيق سياسي بينهما، وصل إلى ما يعرف بالاتفاق الإطاري، وهو اتفاق موقع عليه بين الدعم السريع وبين هذه الأحزاب، جملة من ثلاثة أحزاب سياسية. لذلك كثير من عضوية هذه الأحزاب السياسية وقادتهم انخرطوا مع الدعم السريع كظهير. بل أخي الكريم أنا شفت بعيني أن أحد قادة حزب المؤتمر السوداني في ولاية من الولايات قال أنه قدم استقالة وتقدم باستقالته من الحزب وانضم عسكريا للدعم السريع، ليس فقط ظهير سياسي ولكنه يحمل البندقية. أيضا هنالك عدد من الصحفيين الذين نعرفهم. أخي الكريم أرجو أن تسمح لي وأنا أتحمل هذه المعلومة، أتحمل عنها المسؤولية. هنالك ناشط سياسي حينما تم اختطاف والي غرب دارفور، هنالك ناشط سياسي طلع على الهواء مباشرة لايف وتحدث، قال لهم أن اختطافه واعتقاله لا يكفي، أعطوه طلقة في الرأس. يعني لذلك، وهذا صرح بها بصورة مباشرة وعلى الهواء مباشرة للملأ. لا أستغرب أن يكون هنالك يعني من تمت رشوته ومن تم شراء ذممه، وأنت تعرف أن الخيانة موجودة حتى في التاريخ، حتى منذ يعني التاريخ الإسلامي والدول ذات الإسلامية، سواء كان الدولة الأموية والدولة العباسية وفي كل. لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أجزم بأن هنالك قائد عسكري معين أو حتى جندي. هم أيضا أنت تعرف وصرح بها حميتي أن الجيش السوداني كان انتدب 485 جند ضابط للدعم السريع، حينما كان الدعم السريع جزء من القوات المسلحة قبل أن يتمرد عليها. حينما تمرد صرح البرهان، ناداهم جميعا في خطاب معلن، استجابوا جميعا عدا أربعة. لذلك إذا كانت نسبة الخيانة في المعلنة الآن أربعة من 485، هذه النسبة أو هؤلاء الأربعة محددين ومذكورين بالاسم، هؤلاء نستطيع أن نقول أن هؤلاء أخانوا عهدهم والقسم الذي أدوه مع القوات المسلحة. عدا ذلك يمكن أن أتقبل أن هنالك نفس يعني نسبة مؤكد أقل من ذلك بكثير، ولكنها يعني في أمر الحرب موجودة، لا أستطيع أن أجزم بها حتى لا أشوش وحتى لا يعني أكون مصدرا للإشاعات.